نادي بيئي بالاي تي بيجمع طلاب الاي تي مع طلاب المدارس وكمان منسقين بالاي تي مع منسقي المدارس لنشوف النادي البيئي شو هدفه ولوين عم يوصل. معنا باستوديو دكتور نجيب الحداد، اهلا وسهلا فيك. حضرتك عميد كليه العلوم التطبيقيه بالاي تي. دكتور جورج رموز، اهلا وسهلا فيك. حضرتك منسق سلامة وصحة البيئة ومسؤول عن النادي البيئي. الاي او تي واهتمامها يعني بالشباب الصغير، بالشباب والصبايا الصغار، يلي بتصور اذا ما كان عندهم هن الثقافه والوعي الكافي لحتى يقدروا يحافظوا على البيئه ما رح نقدر نعمل شيء. كنا عم نحكي شوي قبل الهواء انه صار لازم يكون الافورت جماعي، ما بقى بيكفي انه يكون في توعيه هون توعيه هونيك، المفروض المجتمع كله يكون واعي. هلا ليكي بيوم بهالايام ما بقى الدكتور اللي بالجامعه او الباحث عنده شغل بس بقلب الجامعة، يعني بيعلم أو بيعمل أبحاث بقلب الجامعة، صار جزء كتير كبير من عمله تنمية اجتماعية. بقى لنقدر نفوت بهذا المجال، ونحن اهتمامنا بالإي يو تي كتير على موضوع البيئة لأنه عنا اختصاصات بيئية مركزين عليها. علينا نعمل مثل أوتريتش أو نوصل لهالمجتمع لنساعد بالتربية البيئية، مش بس بالتوعية البيئية. التوعية إلى محل بتأثر، بس تأثر بمحلها. التربية هي إذا نشتغل على مجال أطول long term. سو طلعت الفكرة سنة الماضية وبلشنا ضمن الكلية العلوم التطبيقية نادي بيئي بالجامعة، اشتغلوا على بعض القصص. هلا رح نحكي عن مكنة عملوها بتعمل مي شرب من الرطوبة، وهلا منطرق لها، اسمها اي كوندنس ووتر يونت. لقينا انه لا، لازم نوسع هيدي الفكرة لحتى توصل لناس اكتر. ليش؟ لانه الشغل الجماعي صار بيعطي نتيجة اكتر، واذا عملناه على بضمن اطار التربية بنكون عم نشتغل على لونج تيرم. اليوم دخل من اول سنة بهيدا النادي 15 مدرسة. هلا بنشكر المدارس كلها فردا فردا، بتقولوا اسم اسم، وحطوا طلاب من اخر سنتين بالمدرسه ضمن هالنادي. صار هذا النادي موجود ب 15 مدرسه لحتى يعملوا ثلاث انواع مشاريع. اول مشروع هو على الكواليتي اوف ووتر او نوعيه المياه، وهذا بتعرف اليوم المي بالبلد وكثير عم بتنذكر، صارت وعملنا مؤتمر من شي ثلاث جماع على اقتصاد الموارد المائيه بالجامعه، وطرقنا لموضوع قديش عم تنقص المي صارت بلبنان وقد عم تتلوث نتيجه المعامل، نتيجه المياه المبتزله وغيره وغيره. سو لقينا حالنا انه هذا المشروع لازم يبلشوا المدارس بكل كل مدرسه مع البلديه تبعها يقدروا يفحصوا الكواليتي اوف درينكينج ووتر، يعني نوعيه المياه اللي بتنشرب. المشروع الثاني هو على موضوع ريفورستيشن. نحن بنعرف دور الشجرة مش بس بالموضوع الأكسجين، بالمحافظة على التربة محلها لتمنع التصحر، وبتلعب دور كمان بأنه هالشتاء اللي عم بينزل تنزله وتغذي المياه الجوفية. على الميلة الثالثة عنا مشروع النصاحة، لأنه بيهمنا موضوع البدانة بقلب المدارس. وآخر مشروع كمان فتنا فيه هو الكوستال انكروتشمنت أو تأثير المدن على المياه بالساحل. دكتور رموز، يعني كل هالمواضيع حكي عنها دكتور حداد، يعني مواضيع صعبة أنك توصلها، أو بالأحرى نظريا يمكن هين أنك توصلها، ولكن عمليا مش معمول فيها. الشباب والصبايا يعني عندهم كتير نظريات بهالإطار وبيقدروا يعني يعطوك محاضرات في الموضوع، ولكن هل عمليا عم يتنفذ أي شيء على الأرض وبالتربية البيئية؟ هل هي موجودة خصوصا بالتربية؟ لما بنحكي سلامة البيئة اللي عايش فيها الإنسان بنحكي environmental health، بنحكي ecology. الإيكولوجي تبع الإنسان هي المطرح منه قاعد، يعني شو اللي بيأثر له على حياته، يعني عم نحكي أكل، عم نحكي مي، وعم نحكي تلوث أو البيئة اللي عايش فيها. بكل موضوع نقدر نفوت بديتيل كتير، وفي بروجيات كتير على الأساس. هلا مثل ما قال ضيفك الكريم قبل إنه البيئة اللي عايشين فيها صارت كتير خطرة، سو نحن كجامعة أيو تي فتنا بثلاث مشاكل، ومانا نحاول قد ما فينا نشرك ناس معنا تفينا نحلهم. مثلا مشكلة البدانة والنصاحة، احنا عنا البلو كارافان اللي بيبرم بالمناطق كلها وبيعمل فحوصات دم للسكر وللكوليسترول وبيعمل المخزون، وهلا طورناه كمان السنه بلشنا نحكي عن البي ام اي. يعني حكينا عنه قبل بمره وبعده ماشي؟ بعده ماشي، بعده يعني بعده عم يمشي بالمناطق. كبرنا الكارافان، جبنا مكانات اجدد، صار عنا تلاميذ اكثر عم تشتغل، وصاروا العالم فهموا الفكره شو هي، وعم نشوف شويه اقبال اكثر زياده عن اللزوم. المشروع الثاني هو الكوستال انكروتشمنت امباكت، يعني قديش بيأثر المدن على الشطوط كلها والمدن الكبيره. عم نحكي
عنا أكثر من مدينة مثلا مثل بيروت أو طرابلس أو شيء هيك، بدنا نشوف شو تأثيرها على الشطوط. نحن بنفتخر بالاي يو تي انه في عنا سيستم جديد اسمه جي اي اس جيوغرافيك انفورميشن سيستم، اللي هو بنقدر نتصل بالساتلايتس ونقدر نقرا الطبقات الارضيه ونقدر ندرس مثلا تلوث اللي عم يوصل على هالمدينه منين جاي بالضبط. هيدا ان سمري يعني. وبنقدر ندرس كمان اكثر من فاكتورز اللي هن المايكروبيولوجي كمان، وخصوصا بالكواليتي اوف درينكبل ووتر اللي هو ثالث بروجكت اللي عم نحكي عنه. تلاميذنا كمان بيدرسوا اكثر من بارامتر تيقدروا يعملوا اناليز، بيدرسوا الاملاح بالاذن، بيدرسوا الميكروبيولوجي كمان، بندرس انواع البكتيريا اللي بتاثر على صحه الانسان مثل الايكولاي والكوليفورز والفيكال كوليفورمز كلهم. وثالث بروجكت هو اللي بالنطاق البيئي اللي هو الريفورستيشن، اللي هو عمليه تشجير بدها تصير مع بالتنسيق مع المدارس والبلديات الموجودين. نعم دكتور حداد، هالنشاطات يلي عم يعملوها طلابكم عم يقدروا يخلوهم يشتغلوا اكثر، يوصلوا لمراكز اكثر، يكون عندهم خبره قبل الخبره. نعم. شو عم يستفيدوا؟ كل ديبارتمون او كل ديبارتمنت بالجامعه عنده سوشيال ديفلوبمنت بروجكت، يعني مشروع تنميه اجتماعيه. بكل مشروع عم بيكون في تواصل مع جهات رسميه كدولة، مثلا عنا وزارة البيئة هلأ عم نشتغل فيها مع نادي البيئة، عنا مثلا اليونسكو على تواصل نحن وياهم لتدخيل مدارس وبروغرامات أكثر، عم نكون مع جمعية إبراهيم عبد العال كمان في تواصل، عم نكون مع اليونايتد ستيتس فورست سيرفيس في تواصل. كل هالشركة حتى نأمن إذا بدك من بعد ما يشتغلوا على فترة سنة مثل سيرتيفيكت بياخدوها معهم الطلاب بحطوها بالسي في، هيدي للكارير تبعهم يعني بتنحط بالسي في. بس على الميل الثاني الشغل اللي عم بينعمل على الأرض عم بخليهم يحسوا قديش مهم يخدموا وطنهم، واللي هيدي أهم بعد بكتير من عملية السي في. لأنه مثلا بالبلو كارافان اللي ذكره دكتور رموز كان أهالي طرابلس عم بيخدموا أهالي سور وصيدا والعكس تمام، وعم بيطلعوا كلهم على قرنة شهوان وبيشتغلوا وبيخدموا قدام الجوامع وقدام الكنائس كانوا عم بيعملوا. وهيش أشياء لما بيجربوها مرة بيشوفوا قد ايه لازم يكونوا انجاج وبيصيروا انجاج وبيصيروا يعني ملتزمين بشكل انه دائما عم يفكروا بالموضوع، عم يفكروا باشياء جديده ليقدروا، وعم نحببهم ببلدهم. واذا ما جربوها ما رح يعرفوا لا لذتها ولا حاجتها 100%. سو المشروع ماشي باول سنه، الاقبال كان من 15 مدرسه، وحابب كنت اشكر المدارس. عندنا سانت تريز حتشيت، عندنا أدما انترناشونال سكول، كوليج فرير ددي، مدرسه الويزه، ليسي اوفيشال غزير، جيزس اند ماري بالرابيه، مدرسه بيت حبي عبرين، اوفيشال عمشيت، اوفيشال جبال، جورج فريم بجوني، روضه الفيحاء بطرابلس، سان جون بالعقيبه، وسانت فامي كمان بكسروان. سو كل هالمدارس جندت 10 12 طالب لحتى يفوتوا بهول الثلاث مشاريع. هلا كيفيه التواصل، الكوردينيتورز يلي هن بالجامعه وكوردينيتورز بالمدارس بينسقوا كل اللوجيستكس اللي مطلوبه لحتى يتواصلوا مع البلديات، وهذا والتلاميذ عم تتواصل مع بعضها لينسقوا العمل. على صعيد طلاب المدارس شو يعني كيف عم تكون الافاده وكيف عم يكون اصلا التجاوب كشباب؟ المدارس اكيد عم تتجاوب، بس كتجاوب اول شيء اذا بدنا نحكي على السريع عن المدارس كثير متجاوبه معنا كانت. بس نظرا لكميه البروجيات اللي عنا اياها صغيره اضطرينا انه ندفي نحد من كميه المدارس اللي عم ناخذها. بس الطلاب من عدد الطلاب عدد الطلاب كان تفاجئنا بعدد الطلاب اللي وصل. اي اعمار يلي مهتمه او اعمار يلي اصلا المدارس مهتمه؟ عم نحكي بكالوريا وترمينال، عم نحكي 17 و18 سنه، وهذا الشيء كثير مهم اذا بنلاقي هالصفه عند تلميذنا اللي بده يفوت على الجامعه، يعني قابل على نوع من تغيير بيئته، على تظبيط البيئه اللي عايش فيها، وفهم فكره التلوث شو هي، وفهم مشكله الامراض منين جايه. دونك جيل جديد اللي عم بيفوت على الجامعات عم بيفهم شو بده يروح يعمل اختصاص، عم بيفهم وينه رايح بالنهايه. ليك التخصصيه مهمه، يعني لازم صرنا بلبنان نحط ناس بموضوع البيئه متخصصين. مثلا عندنا مشكله هلا بالمي، اذا بنطلع وزاره الطاقه والمياه فيها 4050 فرصه عمل، موظفين بس 33% منها.
الخبراء عم بيضطروا يجيبوا من برا بيدفعوا لهم مبالغ مرتين وثلاثه اكثر، والخبراء تبعنا بيروحوا لبرا، واهل البلد وخبرائنا بيطلعوا لبرا. بقى حين الوقت انه يعني التعليم ما يكون كثير غالي لنقدر نوفر فرص عمل للناس اللي عم تدرس وتفوت على سوق العمل، من الميل الثاني المفروض نلاقي الدوله على نص الطريق لنصلح البيئه اللي عايشين فيها. دكتور نجيب الحدد عميد كليه العلوم التطبيقيه بالاي يو تي، اهلا وسهلا فيك. دكتور جورج رموز منسق سلامه وصحه البيئه ومسؤول النادي البيئي بالاي يو تي، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكل جهودكم، اكيد بنتابع كل نشاط. شكرا. يا هلا مشاهدينا، خلص وقتنا لليوم، موعد جديد بكره 8:30، كونوا معنا.